يعني الفصائل تجتمع منذ عام 2007 للتوصل إلى اتفاق جامع، وحتى اللحظة لا يوجد شيء عملي على أرض الواقع، ولا يوجد اهتمام من الشارع الفلسطيني بما يحدث في موسكو، والكثيرين ممن ألتقيهم يعني لا يعرفون أن هناك اجتماع للفصائل في موسكو، لأن هذا الأمر بالنسبة يعني لهم يعني لم يعد مجديا يعني، فقد تكرر كثيرا كما ذكرت أنت يعني دون أن نرى بأن هناك تقدم على صعيد إنهاء الانقسام. والآن هناك تحديات كبرى تواجه الشعب الفلسطيني، تدمير شامل في قطاع غزة، ومخططات للتهجير القسري، حرب تجويع ومترافقة مع مجازر يومية متزايدة في ظل صمت يعني وتواطؤ دولي، وكذلك الحال في الضفة الغربية. لذلك يعني إذا لم تكن كل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني حافزا من أجل إنهاء الانقسام، ما الذي ينتظره الفلسطينيون أكثر من ذلك؟ يعني لا يوجد ثقة في القيادات السياسية لمجمل الفصائل. الحافز موجود، الرغبة بإنهاء الانقسام موجودة طبعا، البيانات موجودة والنوايا موجودة، هذا ما يصدر عن الفصائل عندما تجتمع، ولكن من أين يجب أن تبدأ الخطوة الأولى أستاذ خليل؟ كيف يتم اختراق هذا الانقسام؟ أولا بالإقرار بالفعل وليس بالقول من قبل حركة حماس بأنها لا تستطيع أن تقود حركة قطاع غزة لوحدها، أي إنهاء الهيمنة الأحادية الجانب التي سادت حتى 7 أكتوبر. وأنا أعتقد أن حركة حماس الآن تدرك بأنها لا تستطيع وحدها أن تتصدى يعني التبعات التي تترتب على هذا العدوان المتواصل، سواء فيما يتعلق بالكارثة الإنسانية، إعادة الإعمار وغير ذلك. وأن تدرك في المقابل حركة فتح والرئيس بشكل خاص بالفعل وليس بالقول بضرورة إنهاء الهيمنة الأحادية على مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، أي على آلية صنع القرار في منظمة التحرير وكذلك على مستوى السلطة الفلسطينية. هذا هو المفتاح، هي معادلة شراكة سياسية، إنهاء الهيمنة الانفرادية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. ولكن من أجل الوصول إلى يعني تحقيق هذه المعادلة يجب التغلب على مراكز القوة والنفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني التي تطورت طيلة 16 عام من الانقسام في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وهذا يتطلب وجود تيار ثالث قوي، تيار من الفصائل حتى من داخل فتح ومن داخل حماس، كلهم ممن يؤمن بضرورة يعني هزيمة أصحاب القوة والنفوذ التي ترتبط مصالحهم باستمرار حالة الانقسام، وبالتالي الاندفاع لتوليد حالة ضغط شاملة يعني تشجع على إمكانية التقدم. الآن هناك حديث عن إمكانية يعني استمرار الحوار سواء في موسكو في جولات قادمة أو انتقاله إلى عاصمة أخرى ربما تكون القاهرة. هذا الشكل يعني هذا الأمر إيجابي ولكنه غير كافي، يتطلب ضغط على الفصائل الفلسطينية وخاصة على طرفي الانقسام في فتح وفي حركة حماس من أجل المضي يعني قدما. أعتقد أن المشكلة الرئيسية لا تزال يعني تتعلق بالرئيس الفلسطيني الذي حتى الآن يتمسك بالتفرد في صناعة القرار يعني الفلسطيني، وخاصة بأنه أقدم على خطوة البدء بتشكيل يعني حكومة قبل استقالة حكومة شتية وكلفها بتسيير الأعمال. عمليا يجري التواصل الآن مع شخصيات فلسطينية يعني من التكنوقراط وأصحاب الخبرات من أجل تشكيل حكومة قادمة. هذه الخطوات كان يمكن تأجيلها حتى الوصول إلى موسكو، أما وقد استبق الرئيس كل ذلك بمثل هذه الخطوة، فيجب التقليل يعني من أثارها ومحاولة الدفع باتجاه يعني آلية لصنع القرار يتم التوافق عليها، سواء قيادة طوارئ وطنية على مستوى منظمة التحرير، صيغة اجتماع الأمناء العامين، غير ذلك يعني من آليات يمكن أن على الأقل خلال فترة المقابلة القادمة وفي غياب الانتخابات على مستوى السلطة أو على مستوى منظمة التحرير أن تخدم بتوفير صيغة جماعية لاتخاذ القرار يعني الوطني، وبالتالي أن توفر الدعم المطلوب لأي حكومة يمكن أن تشكل سواء كانت حكومة تكنوقراط أو حكومة وحدة وطنية. طيب.